كبار المشاهير. مرحبا، بعطي تحية لكل الجاليات العربية عامة واللبنانية خاصة بأستراليا، وبقلكن انطروني الجمعة مع إلهام وبيدرو على 2ME بمقابلة حصرية بخبركن عن أخباري وأغنيتي الجديدة مش قادر أعيش، وعن نشاطاتي الجديدة بلبنان وخارج لبنان. معكن أولى القصة. المشترك الأخير عن فئة مدرسة الأستاذ وديع الصافين أولى قصة، رح نسمع منه لبنان قطع السماء. الأولى من زحلة عمره 21 سنة، عم بتابع الدراسة سنة ثالثة علوم موسيقية بجامعة الروح القدس الكاثوليك. مباشرة مع إلهام وبيدرو، نجومكم المفضلين كل يوم جمعة بعد الظهر حصريا لكم بأستراليا من GME أستراليا.